أصدر المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد قرارا بمنع عدد من الإعلاميين من الظهور على الشاشة إلا بعد حصولهم على ترخيص من نقابة المهن الإعلامية، وهم بوسي الطيار ودعاء فاروق وريم البارودي وهالة فهمي وعلا شوشة. وقرر المجلس منع ظهورهم على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية لمدة عام أو لحين تقنين أوضاعهم بنقابة الإعلاميين بالقيد في جداول النقابة أو الحصول على ترخيص منها بمزاولة المهنة. ونشوف حكاية السخرية من أبنائها. دعاء فاروق نشرت الصورة ديت على انستجرام امبارح وكتبت عليها تعديل: من فضلكم بمنتهى الأدب والأخلاق اللي في الدنيا، ممنوع منعا باتا التعليق على لبس أي حد من ولادي، ولا شكلهم، ولا حلوين ولا وحشين، ولا شبهي ولا مش شبهي. إذا هتدعوا لهم ربنا يكرمكم ويبارك لكم في أولادكم ولكم بالمثل، إنما كل حد يدخل ينظر على أولادي وعلى لبسهم ده مش مقبول. أنا حر أحط صور ولادي على صفحتي للذكرى ولتسجيل اللحظة، إنما مش من حق مخلوق يدخل يناقشني في شكلهم أو لبسهم. وبعد إذن حضراتكم، اللي كاتبة أو كاتب تعليق من هذا القبيل يدخل يمسحه بهدوء، لأن أي تعليق من هذا القبيل هعمل بلوك فورا، ولكم مطلق الحرية إنكم تعملوا أنفولو للأكاونت بتاعي. محدش بيستحمل على عياله الهفو، وأنا مش بستحمل. ربوا عيالكم أنتوا بالطريقة اللي تحبوها، وملكوش دعوة بعيال حد تاني حتى لو عيال أختك. شكرا. ومرة تانية بشكر كل اللي بيقول كلمة محترمة، واللي بيعلق تعليق لطيف، واللي بيحافظ على مشاعر الغير. ده طبعا بعد ما الناس بعتت لها تعليقات سخيفة كتير من اللي انتوا عارفينها. ومن ناحية أخرى، تحدثت الإعلامية دعاء فاروق عن حلقة ظهرت بها بملابس البحر، محاولة الرد على الانتقادات التي تلقتها عقب الحلقة في برنامجها، لافتة إلى أنها لا تخجل من اختيار ملابس البحر التي تغطي الجسد كاملا أو الهبوط بحمام السباحة على الهواء. وهنا دي الحلقة اللي ظهرت فيها بملابس البحر على قناة النهار، دي الإعلامية دعاء فاروق. وقالت دعاء فاروق في برنامج مع دودي الذي يذاع على قناة النهار: اللي أنا بعمله في حياتي في الحقيقة عملته على الشاشة. وطبعا مش حابة الناس اللي بيقولوا لبس البحر اللي بيغطي الإيدين وبيلزق، ده مش موضوعك خالص. وتبعت: وهي بدلة ومش ضيقة، وليه الستات تبقى محرومة من البحر؟ ليه؟ وحتى لو ضيق وانا طالعة من المية هلبس بشكير. انتوا مالكوا بقى؟ القصص دي بتاعتنا احنا، وهو علشان ان احنا اتحجبنا بقى ندفن؟ لا، مش هندفن، وعندي ولاد صبيار ومنزلش معاهم ليه؟ دي صور اللي ليها في حمام السباحة بملابس السباحة، انتقدوها طبعا بتعليقات سخيفة. بعيدا عن الكاميرا والمنافسة البرامجية، تعيش الإعلامية المصرية دعاء فاروق حياتها ببساطة مع زوجها وأبنائها. دعاء نشرت صورة لها على الفيسبوك وهي تصلي بجانب ابنتها الصغيرة وهما ترتديان إسداء للصلاة، وعلقت قائلة: ميني مي، يعني صغيرتي.
ومن ناحية أخرى عبر جمهور الإعلامية المصرية عن إعجابهم بالصورة ودعوا الله أن يوفقها في تعليم أبنائها حسن الخلق. هنا وهي زعلانة في برنامج مع دودي وبترد على الناس. اعتدنا ولسنوات طويلة على رؤية الإعلاميتين دعاء عامر ودعاء فاروق في برامج اجتماعية دينية تناقش قضايا تخص المجتمع والمرأة. دي دعاء عامر ودعاء فاروق. وكانت كل عام في رمضان تقدمان البرامج بشكل مختلف، من تقديم مسابقات لرحلات عمرة وحج واستضافة شيوخ وفقرات هامة لرمضان، وبالطبع كل واحدة منهن على حدة في برنامج وقنوات مختلفة أو حتى في قناة واحدة. دي دعاء عامر ودعاء فاروق، صديقتين لا يفترقان. وتجمع الإعلاميتان رغم التنافس صداقة ممتدة لسنوات قبل الشهرة الكبيرة وحتى قبل ما يتحجبوا. فإذا عدنا بالذاكرة 16 عاما للوراء سنتذكر شابتان في قناة الـ ART قدمتا برامج ترفيهية ومنوعات، وفي رمضان كان لهما تقديم الفوازير. ففي فيديوهات من حلقات يهوه التاريخية لعام 2000 نرى دعاء عامر ودعاء فاروق صديقتان تقدمان برنامج فزورة الفوازير. هنا دول شكلهم قبل الحجاب وهما بيقدموا فزورة الفوازير. ايه رأيكم شكلهم اتغير؟ اعتقد معرفتهمش. وتظهران بشعرهما قبل الحجاب وملابس على أحدث صيحات الموضة في هذا الوقت، فإذا رأيتهن ستتذكر هذه الأيام وكيف كانت برامج المنوعات هي البرامج التي ينتظرها الشباب. أنا على الـ ART. دعاء عامر ودعاء فاروق كانت من أوائل المذيعات التي ارتدين الحجاب وظهرن به على شاشات القنوات الفضائية، ولهن طريقة في الملابس والأزياء التي تظهرن بهن. دي دعاء عامر ودعاء فاروق. الإعلامية دعاء عامر مقدمة برنامج النهاردة على قناة النهار، ودعاء أم الولدين سيف وحمزة، حمزة عمره 9 سنوات. لكن المفاجأة التي لم نتوقعها أبدا هي أن سيف طالب بالفرقة الرابعة بكلية الإعلام بالجامعة الأمريكية وعمره 22 سنة. أنا مع ابنها شاب وسيم أطول منها. وعن طبيعة علاقتها بأولادها تقول دعاء: أنا وأولادي أصدقاء جدا، خاصة سيف لأنني أنجبته وأنا في سن صغير. هنا مع ابنها في برنامج منى الشاذلي. وبالتالي فرق السن بيننا ليس كبيرا، لذلك أعتبره أخي الأصغر وأتعامل معه كصديق وليس ابن فقط. فمنذ طفولته وأنا أحرص على إشراقه وأخذ رأيه في كل شيء، وأكثر ما يميز علاقتنا هي الصراحة، فالصراحة بيننا ليس لها حدود وتضيف. أتذكر أول مرة أعجب فيه سيف بزميلته في المدرسة كان في المرحلة الإعدادية، وجاء يخبرني أنه معجب بها، لكنني استمعت له جيدا وبصراحة لم أعطي للأمر اهتماما أكثر من اللازم. وبالفعل مر الموضوع ببساطة. وعن علاقته بوالدته يقول سيف: لا أشعر تجاه أمي بأنها أم فقط، بل هي صديقتي وأختي الكبرى. وفي 2015 احتفلت الإعلامية المصرية دعاء فاروق بحفل زفاف شقيقتها دينا فاروق نائب مدير شركة ميديا لاين على طارق عزت مدير شركة جلوباست للنقل، وذلك بفندق الفور سيزون نايل بلازا، وعدد كبير من نجوم الفن والإعلام حرصوا على حضور الحفل.
ومنهم الفنان حسن حسني والفنانة عبير صبري وشقيقتها الإعلامية مروة صبري والإعلامية سمر يسري والإعلامية دعاء عامر والفنان أمير شاهين والإعلامية ريهان سعيد وغيره. وقد أحيا الحفل كل من الفنان حكيم والفنان سعد الصغير والفنان محمود الليسي، وأشعلت الراقصة دينا حماس الجمهور بوصلات من الرقص. ودي صور جميلة من حفل الزفاف بتاع شقيقة دعاء فاروق. انتوا ايه رأيكم؟ تشبه لها؟ حضر نجوم الفن الحفل الزفاف ده اهو. لو عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم. شكرا لكم.